من زيادة التبادل التجاري بينها وبين السعودية، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار جنيه مصري العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 20%. وتسعى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية إلى تعزيز التجارة بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة وطمأنة المستثمرين السعوديين على استثماراتهم في مصر. بالتأكيد موضوع المستثمرين ومشاكل المستثمرين خد حيز كبير جدا من المناقشة، والحقيقة احنا بنفسنا الوزراء بنفسهم قعدوا مع العديد من المستثمرين لبحث مشاكلهم، وفي وفود كثيرة جدا إن شاء الله هتتوالى مجيئها على مصر في الفترة القادمة لحل مشكلات بعينها لشركات بعينها. وفي مشكلات، عديد من المشكلات الكبيرة حلت بشكل كامل، تقترب من 10 مشكلات، واعتقد ان احنا بقالنا برضو يمكن قدهم ان شاء الله، ونقدر نقول ان المشاكل ده او الصفحه دي خلصت وكل المشاكل اتحلت ان شاء الله. وإضافة إلى تشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين، بحثت اللجنة المشتركة المصرية السعودية التعاون الثقافي والإعلامي والسياحي والبيئي ومشروع الربط الكهربائي، بالإضافة إلى أن الجانب المصري دعا لتسهيل دخول المنتجات الزراعية المصرية للسوق السعودي كمنتجات الدواجن واللحوم المبردة والطازجة. كما ناقشت اللجنة الاستثمار البيني وتوحيد المقاييس والمعايير بين البلدين واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري. ربما في اختلاف وجهات نظر في بعض المشاريع، ولكن أنا أعرف أن فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي مهتم بهذا الموضوع، وأصحاب معالي الوزراء من مصر مهتمين بهذا الموضوع. واضح أن كان موضوع مهم جدا وناقشناه اليوم وفيه اهتمام كبير، فأتمنى إن شاء الله أن نرى حلول قريبة، ومتوقع إن شاء الله في بعضها نراها خلال أيام. ويحاول الجانب المصري والسعودي حل الكثير من الإشكاليات الأخرى عبر الاتفاقيات الموقعة خلال هذا الاجتماع، ومنها تسهيل دخول المقاولين المصريين إلى السوق السعودي، وكذلك تشجيع الاستثمار الزراعي بين البلدين. عدد من التفاهمات والتعاون عقد اليوم بين الجانب المصري والسعودي، يؤمل في حال تطبيقه أن يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري بين البلدين. عطل الشمري، سي إم بي سي عربية، الرياض.